في اسبانيا، نجم منتخب مالي، ده بطل العالم بقى، ده بقى بطل العالم في اخر بطوله كاس عالم هو ايده، الى محمد سعدون الكواري النجم القطري والاعلامي القطري الكبير. لكن ضاعت راحت ضاعت راحت. نجيب العلوش حاول، ودي فرصه من جديد. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله عليك الله عليك الله عليك. صالح فاضل ينجح في ان يسجل هدف التعادل لتصبح النتيجه 2 بقيمه ابو تريكا. دائما وابدا ما ينادي عشاقه بي الساحر ابو تريكا. من جديد على طول تعمل الله 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 الله, الله. الكابتن عبيد الشمري، نعم هو الكابتن، هو القائد، هو الأكبر، هو أحسن لاعب في أفريقيا 2008، هداف كأس العالم للأندية في 2006، هداف أبطال أفريقيا من قبل، هداف الدوري من قبل. في نفس الوقت اللي ينجح عبيد الشمري اللي صنع هدف لأبو تريكا أن يثبت قيمته ومهارته وإمكانياته وقدراته. وصالح الفاضل وأبو تريكا وسعدون. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، بطل العالم بطل العالم لكرة الصلاة. والمتعة لها عنوان، عنوانها أصدقاء أبو تريكا. أبو تريكا مرة، إيده مرة، محمد سعدون الكواري مرة، عبيد الشمري مرة، زيدان مرة، ونزل دلوقتي سيف ابن أبو تريكا هذه المرة.